مساء الخير استاذ الدكتور مروان الحلبي، استشاري بامراض العقم والاخصاب المساعده معنا خلال هالفتره اللي جاوبنا عن كثير من الاسئله بما يتعلق بدخول الذكاء الصناعي بعلاج العقم. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا فيكم، اسعد الله اوقاتكم. نورتنا. كل الاخوه المشاهدين اهلا وسهلا فيك دكتور. بداية دكتور، خلينا نحكي عن الذكاء الصناعي بمجال الطب، كيف دخل على هذا المجال وشو هي أهميته؟ نعم، يعني أول شغلة بدي أحكي شو هو الذكاء الاصطناعي. هو بصراحة هو عبارة عن تعليم الآلي أو نظام يعني على التعرف على الوثائق بشكل يحاكي الذكاء البشري، وبالتالي إمكانية مشاركته بدعم وصنع القرار السريري. طبعا الذكاء الصناعي ما هو جديد، هو قديم من ايام اختبار تورينج بعد الخمسينات لحد ما شفتوا التطور الاول لما غلب الذكاء الاصطناعي اول بطل العالم بالشطرنج بال97، بعدين ب2016 في لعبه اوروبيه كمان تبع ليسيدول. يعني تطور بالطب، دخل تقريبا بعد سنه 2000 بشكل رئيسي. طبعا صار في خلينا نقول معلومات كثير، بيج ديتا وصلت هلا حاليا ل 44 زيتا بايت، فصار بدها حقيقه معالجه بطريقه ما يسمى الذكاء الاصطناعي حتى يعني نوصل لاتخاذ قرار دقيق و يعني صحيح. طبعا بدا بالطب، اول ما بدا باختصاص الاشعه. طبعا بتعرفي بشكل عام يعني اتخاذ اي مخرج بتم عباره عن ادخال كميه كبيره من المعلومات، على سبيل المثال صور اشعه الرحم الظليلي او اشعه صدر الى اخره، بمئات الالاف. بعدين طبعا وضع خوارزميات اللي هي علاقات منطقيه خلينا نقول التعامل للبروسيسنج لمعالجه هاي هالكميه الكبيره من الداتا لحتى نوصل لمخرج اللي هو التشخيص. طبعا بيواكبوا بنفس الوقت شيء اسمه reinforcement، يعني تعزيز هالمعلومات لحتى، وهي اللي بينطلق عنها شيء اسمه deep learning اللي هو جزء من الماشين ليرنينج او تعلم الآلة. فهذا التعلم العميق اللي بيوصلنا لتشخيص احيانا دقيق، فينا بعدين نعطي هالصوره نقدر نعرف هي شو فيها، هي فيها مثلا رحم ذو قرنين، فيها انسداد احد البوقين، فيها تبدلات. اذا يعني هذا نوصل لشيء اسمه الديب ليرنينج اللي هي جزء من التعلم الالي، وتعلم الالي هي جزء من الذكاء الاصطناعي بشكل عام. اذا بدا اول شيء بالاختصاصات، باختصاص الاشعه، بعده تبعوا اختصاص التشريح المرضي، قراءه التشخيص احيانا بعض الحالات الخبيثه، سرطان البروستات، سرطان عنق الرحم على سبيل المثال، بالنقل الشرائح الموجودة، ثم اختصاص العينية، بعدين دخل معظم الاختصاصات بما فيها الاختصاص الاخصاب المساعد ومعالجة العقم. هلأ عم نشوف الأورام بشكل عام كمان تطور بالطب المخبري، يعني دخل كل الاختصاصات. عم نشوفه يعني ممكن بالمستقبل يفوت بالجراحة حتى. هلا الروبوت، جراحة الروبوت هي أساسها هو الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. الروبوت هلا دخل مو بس بالعمليات الجراحية اللي كنا ينحكى عنها، هي جراحة الروبوت اللي هي دافنجي بشكل رئيسي. هلا صار الروبوت أيضا ممكن يشارك بمراقبة المرضى بالعنايات المشددة، بالتحضير، بالمتابعة، بأخذ الخزعات، بتحضير الادويه. اذا صار دخل الروبوت بكل حتى قطاع العنايه، حتى بالاسنان بقطاع العنايه الطبيه بشكل عام. هي جراحه الروبوت يعني غير جراحه الروبوت، دخل بالعنايه الطبيه بشكل عام. صحيح. هذا موضوع الروبوت، يعني اذا بدنا نحكي بالعنايه الطبيه حقيقه دخل باربع شغلات رئيسيه، اولا التشخيص والعلاج ووضع الانذار من خلال الداتا اللي بنعطيها للبرنامج الذكاء الاصطناعي، بعدين جراح الروبوت بانواعه المختلفه، ايضا الطب الرصين ما يسمى بريسيجن ميدسن. بتعرفي تطور سابقا ما يسمى الطب الشخصاني اللي هو البيرسونالايزد ميدسن، اللي هو لكل مريض له تربه جينيه خاصه. صح. فيجب التعامل معه بشكل شخصي، لذلك سمي الطب الشخصاني. له تربه، يعني هالدواء هذا ممكن طبعا بتعرفي التربه الوراثيه مختلفه، هناك شيء ما يسمى التعدد اشكال للمورثات، يعني هالجرعه هي من الدواء على سبيل المثال المويع الدم ممكن تكون مناسبه لهالشخص، هالجرعه نفسها ممكن تكون تعمل تميع زائد عن شخص اخر. صحيح. يعني باختصاصنا على سبيل المثال جرعه تحريض الاباضه على سبيل المثال ممكن تكون مناسبه لشخص وتعمل اباضه جيده، ممكن نعمل فرط اباضه عند شخص اخر بسبب التربه الجينيه، او ما يسمى هلا تطور عن ما يسمى الفارماكوجينيتكس، الوراثيات الدوائيه او علم الوراثه الدوائيه. صار كل واحد له
له يعني كميه معينه، يعني لازم ان نتعامل معه بشخص. البريسيجن ميديسن طب راسين اكثر من ذلك، اكثر من شخص صار ممكن يتعاونوا لايصال احسن خدمه للمريض، يعني الدواء المناسب للحاله، اخصائي جينيتكس، اخصائي ترشيح المرضي، الطبيب النسائيه، طبيب الادويه او ما يسمى الصيدله السريريه الى اخره، كلهم بيشاركوا باتخاذ القرار. هذا هو الطب الراسين وهذا اللي بيقدم احسن خدمه للمريض. اذا هذا هو الشيء الاساسي من منتجات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تطبيقه ايضا في مجال العنايه الطبيه. صح. هلا قبل ما اسال حضرتك للساده المشاهدين، اي استفسار بتحبوا توجهوا الدكتور بس تدقوا على 9342 دكتور. طيب هلا انت حضرتك حكيت لنا بشكل عام. بشكل عام نعم. تمام. هلا بيسال حضرتك انه طيب هو شو قدم شيء جديد للمهنه وللطبيب؟ او شو دوره يعني؟ يعني انا احكي بمجال اختصاص العقم والاخصاب المساعد. طبعا بدءا يعني قدم كثير بهالاختصاص، بدءا من تقييم المريض. هلا هو بيلعب كثير بتقييم المريض حتى بالطب النفسي من خلال دراسه تعابير المريض كذا، ممكن يعطينا خلفيه تشخيصيه وانذاريه وعلاجيه. هلا بدءا من الداتا ما يتعلق بالتشخيص، سواء كان تحديد تقييم صور الرحم الظليلي، تقييم التحاليل، تقييم وضعه الجيني، هلا خاصه بالنكست سلسله الدي ان اي بالجيل الثاني، هي كلها تقرا بالذكاء الاصطناعي. اذا يبدا من تقييم المريض بالنسبه للزوج وبالنسبه للزوجه وبالنسبه للزوج، تحليل سائل منوي اصبحت تجرى باختبارات الذكاء الاصطناعي بشكل يعني مصداقيتها اكثر من 99% حسب تقارير منظمه الصحه العالميه 2020. اذا بعض الاختبارات اللي تجرى للرجل مثل تكسر تشظي الدي ان اي او تكسر الدي ان اي ايضا يجرى بالذكاء الاصطناعي. اذا ايضا تقييم الزوج يتم بالذكاء الصناعي. هلا لما ندخل على قسم على مختبر الاخصاب، عمليا تقييم الالقاح صار يجرى ايضا بكاميرات مع اختزال الزمن بالذكاء الصناعي، ثم الانقسام طبعا نحن وتقييم الاجنه واختيار الاجنه الافضل للارجاع الى الرحم تتم ايضا بكاميرات توضع بحاضنات خاصه بتصور الجنين وبتسرع، هذا بنسميه التصوير او التايم لابس سيرفي مع اختزال الزمن، وبتعطينا انه الاجنه اللي انقسمت بشكل مثالي. ما عاد ننظر بس للجنين شكله، لا لا خلينا نقول المورفوكينيتكس للحرائق تبعه كيف تم الانقسام، وبالتالي اختيار الاجنه الافضل للارجاع الى الرحم. هلا لما نرجع الرحم دراسه مستقبلات بطانه الرحم ايضا تجرى ما يسمى ايرا تيست، تجرى بالذكاء الاصطناعي. هذا اختيار الايصال الاجنه لمرحله البلاستوسيست او الكيس الاروميه ايضا، وبالتالي اختيارها بيتم بالذكاء الاصطناعي. عمليه القاح المجهري، حقن النطف ضمن البويضه، واين المكان الافضل لحقنها، او اجراء بعض الاجراءات على الجنين مثل قطع غلاف الجنين بالليزر تتم ايضا بالذكاء الاصطناعي للاختيار الامثل. يعني اكثر من ذلك، حتى خلينا ما يسمى السايكل مانجمنت او تدبير الست بشكل عام، صار ممكن توضع خطه عن طريق الذكاء الاصطناعي ومتابعه تحريض الاباضه. صار في برامج لقياس حجم الجريبات وتلبينها واعطائها خلال ثواني، بتطلع تقرير كامل من خلال التصوير ايضا بالذكاء الاصطناعي. الاهم الشيء العملي اللي احنا عم نطبقه هون هو مراقبه الكواليتي كنترول او ضبط جوده المخابر بالذكاء الاصطناعي، يعني من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي باي واحد من البيت صار بده يتابع المخبر من حيث السي او 2 مثلا، حراره المخبر، البي اتش بالحواضن قديش عم تصير، اي تبدلات، هي صارت متابعتها وهي عم تتطبق حاليا وعم نطبقها بالذكاء الاصطناعي. برامج خاصه مثل اللوك جارد او ما شابه موجوده حاليا وتطبق. ايضا مخابر الاخصاب تتميز انه بدها دائما شيء اسمه ويتنسينج، بدنا شاهد، ما في نعتمد على شخص واحد، صار الذكاء الصناعي هو شاهد دائم، فممكن ايضا ادخاله او اقحامه بالعمليه وبدعم القرار والمتابعه ضمن مخابر الاخصاب بشكل عام. طبعا لا يعتمد عليه بشكل افرادي الا انه هو كشاهد اضافي مساعد. ممكن يكون كعامل مساعد بالنسبه لمخابر الاخصاب. اذا باختصاص الاخصاب حتى المتابعه بعدين باختيار الدواء المناسب لدعم الطرولوتين او للمساعده على التعشيج او تثبيت الحمل ايضا تتم بالذكاء الاصطناعي. اذا دخل مثل ما شايفين بكل التفاصيل، بكل التفاصيل بالاخصاب، حتى يعني حتى توضع خطه عمل بشكل
عام لمعالجة الشخص من خلال الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي. تمام. طيب دكتور، شو هي مستويات الذكاء الصناعي؟ يعني مثلا نحن فينا نعتمد على هذا الموضوع 100% ونوثق فيه؟ هلا المستويات بتعرفي بشكل عام هي يعني او اعلى مستوى هو الاوبتيمال بنسميه، هذا يفوق الذكاء البشري. يعني هذا يعني بيقدر يتعامل مع كميه كبيره من الداتا. هلا في شيء اسمه سوبر سترونج وسترونج، هذا بيتفوق على معظم الذكاء، حالات الذكاء البشري مثل السياره بدون سائق على سبيل المثال، او المترو بدون سائق، بعض البرامج حتى اللي صنعتها ابل مثل سيري هي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ايضا. وفي شيء اسمه ما يسمى سب هيومن، اقل من الانسان، مثل برامج الجوجل ترانسليتر او ما شابه من البرامج. بتعرف صار في برامج كثير للذكاء الاصطناعي، شات جي بي تي والشات فور والى اخره، وكلها صارت متوفره يعني يعني بتعتمد على هي، يعني كلها بتصنف مع السترونج، يعني اللي هي بتحاكي تقريبا العقل البشري واحيانا تفوق عليه بعض الاحيان. طيب دكتور، حلو كثير هالحكي على الذكاء، يعني شاهدنا عن جد انه او مو شاهدنا، حتى اعطيتنا امل انه صار كل شيء باذن الله يعني صار سهل. صحيح. بيختصر كثير من الجهود اللي احيانا بتكون مبذوله، يعني احيانا بضيع كثير الطبيب او الفريق الطبي. صح. او مقدمي الخدمه الطبيه جهود كبيره على جمع هيك، بهالذكاء الصناعي بيختصرها، بيسهلها كثير. هذا اللي بدي اساله انا، بيسهلها كثير. بدي اساله انه شو دوره بالعنايه الطبيه؟ هو شوفي رح يغير، يعني اذا حكينا من مستقبل كثير من الاختصاصات على سبيل المثال، طبعا هو ما رح يلغي اختصاصات بشكل كامل، بس رح يغير من احتياجات لها. مثلا مثلا اختصاص الاشعه، صار ممكن الطبيب يقوم بعمل كثير كبير بمساعده الذكاء الاصطناعي. نفس الشيء التشريح المرضي، في بعض الاختصاصات بدها تقل كثير، مثل غير الطب مثل المحاماه، لان صار بتعطيه اي داتا بيعطيك شو الحلول دغري مباشره. في بعض مثلا اللي بيقدموا بالمطاعم، اللي بيطهوا، في يعني انا زرت احد المكاتب باحد الدول، اول ما استقبلنا الروبوت بالضيافه، يكون بالاستقبال، بيكون ببعض الخدمات البسيطه، بيجيب له، يعني صار في بعض الخدمات بيكون فيها. لذلك ستختلف الحاجه للكثير من الاختصاصات الطبيه، وهي تعتبر من المخاطر خاصه على المدى البعيد، انه رح يتغير الاحتياجات. شغله ثانيه، هو في مشكله كثير كبيره من المخاطر، يعني بشكل عام هو خلينا نقول اختراق الخصوصيه، لانه انت لما تعمل واحد بذكاء صناعي ما تميز خصوصيه، يعني خصوصيه المعلومات. صحيح. الطبيه بتعرفيها، يعني بخاف يدخلها وتصير معروفه لبرا. اذا اعطيناها الداتا بيقدر اي واحد يدخل يعرف خصوصيته. هذا هي شغله من المخاطر الاساسيه، اضافه للانحياز. بتعرفي الذكاء الصناعي هو عباره عن الداتا اللي بنعطيها، اللي بنعمل لها انبوت، هي اللي لذلك قد يكون في انحياز. اذا الداتا بالاصل المدخله ناقصه او في غلط، بده يصير في تحيز احيانا. لذلك ما فينا نقول ما في خطا طبي 100%، لا اكيد مثله اللي راح يكون في جزء. الشغله الثانيه من المخاطر اللي انا بحب اقولها ايضا، انه انا بشبهها دائما مثل لما الواحد يكون حامل آلة حاسبه، بتخاف انه مع الزمن بتقلل من بتصير، اذا بده يعمل 9 ضرب 2 بيضرب على الآلة الحاسبه، ما بشغل مخه، ما بعود يعني بيقلل من تطوير او المدارك المعرفيه عند الانسان. يعني هي شغله من انا بعتبرها من المخاطر الاساسيه، ما يعود يطور حاله الشخص، يعتمد كثير على الذكاء الاصطناعي. التطوير العلوم المعرفيه كثير مهمه عند الانسان. صحيح. طيب دكتور، احكي لنا شوي عن المقارنه بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، هل هن صاروا ممكن او يكونوا بنفس المستوى؟ لا، هو اكيد شفتي كل في مستويات، بس اهم شغلتين بالذكاء الاصطناعي انه ما في الفضول المعرفي، هي شغله كثير مهمه. يعني الفضول، يعني مهارات، خلينا نقول الفضول اللي بتخلي الواحد يطور حاله وياخذ معلومات اكثر، هل الفضول المعرفي ما هو موجود بالذكاء الاصطناعي؟ اكيد. ايضا في شغله اسمه مهارات التعاطف المعرفي، ما بيقدر يتعاطف، يعني هو بياخذ قرار جاف بغض النظر عن على حسب الداتا اللي موجوده عنده، الداتا اللي موجوده بده يعطيها. اذا مهارات التعاطف المعرفي ايضا ما موجودين، اذا شغلتين الفضول والتعاطف ما موجودين بالذكاء. لذلك الحل
طبعا في مزايا له هو التعامل مع الكميه الكبيره من المعلومات، هي اهم ميزه. يعني احنا صعب جدا بواحد يقدر يحيط بكل هالمعلومات، هو دغري بيدخل داخل الداتا او بيقدر ياخذ يعني يعالج معلومات بكميات كثير كبيره. لذلك الحل هو التعاون او ضبط الذكاء الاصطناعي بالذكاء البشري. هذا هو يعني اذا انا بدي احكي كلمه يعني خلينا نقول نتيجة لهالموضوع هو التعاون وضبط الذكاء الاصطناعي والإشراف عليه من خلال الذكاء البشري. هي شغلة كتير مهمة. دكتور مروان دائما أنت بتأمتنا بمقابلاتك وبأجوبتك، شكرا كتير لوجودك معنا اليوم. شكرا موصول لكم ولكل المشاهدين. شكرا كتير دكتور لوجودك معنا.